مرة ما الله ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي سليمان بشارات. أهلا بك معنا سيد سليمان في هذه التغطية المفتوحة. إلى أي مدى اليوم يثبت اغتيال العاروري فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه في غزة؟ نعم، مساء الخير لك والمتابعين الكرام. هذه نقطة مهمة وجوهرية، أن الاحتلال الإسرائيلي الذي ذهب بعد 88 يوما من هذه الحرب للإقدام على عملية الاغتيال، واضح جدا أنه ذهب إليها في ظل عملية فشل كامل في تحقيق أي هدف من الأهداف في قطاع غزة. وهذا بالمناسبة، حتى وإن كان بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي أو من المنظور الإسرائيلي هو ثمن وصيد كبير في إذا أردنا أن نسميه هكذا، لكنه في نهاية المطاف أيضا هو يعتبر ناحية أو يعبر عن ناحية ضعف شديدة لدى المنظومة السياسية والأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، لأنها لم تستطع أولا أن تنفذ عمليات الاغتيال للشيخ صالح العاروري قبل ذلك باعتباره أيضا من الشخصيات المطلوبة للاغتيال ما قبل هذه الحرب أيضا. والنقطة الأخرى أنها تأتي بعد فشل كامل في قطاع غزة بعد مرور 88 يوما. إذا أنا باعتقادي إسرائيل الآن هي حاولت أن تبحث عن الصورة الأخيرة أو التقاط الصورة الأخيرة التي تريد أن تقدمها ويقدمها القادة الإسرائيليين في المستويات السياسية والأمنية، أولا للمجتمع الإسرائيلي الداخلي، وثانيا لمحاولة ترميم الصورة والمعادلة التي اهتزت في 7 أكتوبر. نحن نعلم أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية هي تقوم على مجموعة من الركائز، تقوم جزء منها على حالة الردع، وجزء آخر يتعلق بحالة الضربات الاستباقية من خلال القدرات المعلوماتية والاستخباراتية، والأمر الثالث الحسم. وإسرائيل لم تستطع أن تحقق أي من هذه القواعد في هذه الحرب، وبالتالي هي ذهبت إلى هذه العملية لترمم هذه المعادلة، لتقدمها أولا إلى المجتمع الإسرائيلي الداخلي ومن ثم إلى العالم، إلى أنها الدولة الأمنية التي ما زال يعتد بها في منطقة الشرق الأوسط. ونحن أدركنا وتابعنا يعني خلال مدار 88 يوما أن الفشل الإسرائيلي في الميدان أيضا هو كان ينعكس على الأداء السياسي الإسرائيلي على المستوى الدولي، حتى أن الكثير من الدول الأخرى والحليفة للاحتلال بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كانت تدرك بشكل كبير جدا إلى أن هناك فشلا إسرائيليا ميدانيا في قطاع غزة. طيب، اغتيال العاروري اليوم كيف سينعكس على زيادة دوافع المقاومة للقتال ضد إسرائيل؟ نعم، يعني دعينا نتحدث في جزئية، وهي أن اغتيال العاروري هو ليس بالأمر يعني الفريد من نوعه كما يمكن أن يروج له الاحتلال الإسرائيلي. فمسيرة المقاومة الفلسطينية منذ عام 48 وحتى ما قبل 48 كان هناك استهداف لرمزيات وقيادات المقاومة الفلسطينية وعمليات الاغتيال للمناضلين الفلسطينيين بكافة التيارات، وليس فقط من يعني قيادات حركة حماس أو التيارات الإسلامية، وإنما الكثير من قيادات اليسار وفتح وغيرها تم اغتيالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء في بيروت، سواء في دمشق، سواء في تونس أو الجزائر، وفي كثير من مواقع العالم تم اغتيال قيادات فلسطينية في هذا الإطار. وبالتالي هذه السياسة هي جزء من المنظومة العسكرية الإسرائيلية، وهي جزء من محاولة كما قلت يعني عدم تحقيق قدرة على تنامي المقاومة الفلسطينية. هذا من جانب. الجانب الآخر، أو يعني حتى يعني أجيب على السؤال الذي تفضلت به، وهو يتعلق في أن كيف يمكن أن يكون هذا أو تأثيره على مواقف المقاومة وردود المقاومة. المقاومة الفلسطينية أيضا هي لا تتعامل بردات فعل، بمعنى أن عمليات الاغتيال التي كانت تطال قادة المقاومة الفلسطينية، صحيح أن هناك ربما يكون ردود عليها، لكن في نهاية المطاف استمرارية المقاومة أو استمرارية معادلة المقاومة بالنسبة لفصائل المقاومة هي تعتبر بالنسبة لها إنجاز، وقدرتها على تصدير قيادات إضافية تسد الفراغ الذي تحدثه عمليات الاغتيال هو يعد بالنسبة لها قدرات كاملة، ويعتبر بالنسبة لها أمر مهم جدا في وجه الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي دائما كان يحاول أو يراهن على أن أي عمليات اغتيال في صفوف المقاومة الفلسطينية أو في قيادة المقاومة الفلسطينية يمكن أن يشكل حالة انهيار لهذه التنظيمات أو لهذه الفصائل، لكن الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة عودتنا أنها حتى في ظل عمليات الاغتيال يكون هناك دائما يتصدر المشهد قيادات أخرى ربما تكون هي أكثر مهارة أيضا من القيادات التي تم اغتيالها. وبالتالي هذا الأمر هو دائما المقاومة الفلسطينية تحاول أن تفشل حتى الرؤية الإسرائيلية في هذا الجانب، لأنه في نهاية المطاف
الأمر لا يتعلق بالأشخاص وإنما يتعلق بمنهج متكامل تقوم عليه المقاومة بكافة أطرها وفروعها سواء بفلسطين أو خارج فلسطين. يعني بكل تاريخ إسرائيل فيما يرتبط بأن يعني تضعف من همة المقاومة يتبين لنا بأنه بشكل أو بآخر إسرائيل لا تعي أهمية القائد الشهيد بالنسبة للمقاومة أو حتى للفلسطينيين بشكل عام وكيف يؤثر على حالة الرد بشكل أكبر أكثر من القيادي يعني الذي ما زال على قيد عمله ولم يتم اغتياله. بالتالي هذا يدفع للسؤال عن تأثيرات عملية الاغتيال على واقع مدن الضفة الغربية تحديدا مع إعلان كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الرد على اغتيال العروري. شوفي يعني في تاريخ الحالة النضالية الفلسطينية دائما تشكل الدماء ودماء الشهداء حتى وإن لم تكن من القيادات وإنما الشهداء من كافة أطياف الشعب الفلسطيني تشكل حالة ثورية وتشكل حالة نضالية وحالة امتداد للعمل الثوري. ولهذا السبب الاحتلال الإسرائيلي كان يحاول أن يقوم بعمليات الاستهداف وعمليات الاغتيال أن يحقق نوعا من الردع أو خلق حالة من الصدمة أو الخوف في المجتمعات الفلسطينية، لكن في نهاية المطاف السيدة أو الأم التي تشيع ابنها بالزغاريد هذا يدلل على طبيعة الثقافة الموجودة في الشعب الفلسطيني وهي ترى أن دماء الشهداء بالعكس هي تعمل عملية إضافة نوعية وتعمل عملية تقوية وعملية إمداد للروح الوطنية الفلسطينية وللروح النضالية في الشارع الفلسطيني وفي الهوية الفلسطينية. وبالتالي أنا باعتقادي يعني إسرائيل تدرك أنها حتى وإن اغتالت شخصية بوزن العروري أو ربما شخصيات أخرى في صفوف المقاومة الفلسطينية هي تدرك في نهاية المطاف أن الأمر هو لا يتعدى مجرد تحقيق أهداف ربما مرحلية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها لا تستطيع أن تؤثر على 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 عمق المفهوم أو عمق المشروع المقاوم. وهذا بالمناسبة هو أحد التحديات التي لم تستطع إسرائيل عبر تاريخ احتلالها منذ 75 عاما وحتى الآن أن تؤثر على قدرات المقاومة الفلسطينية، لأنه في نهاية المطاف كما قلنا المقاومة الفلسطينية هي لا تعتمد على الأفراد وإنما تعتمد على الفكر وعلى المنهج الذي تقوم به، وبالتالي يبقى هناك حالة امتداد ما بين القيادات وما بين الأفراد المنخرطين داخل التنظيمات. ولهذا السبب إسرائيل وإن حاولت أن تشكل حالة من الخوف أو الصدمة إلا أنها في نهاية المطاف سرعان ما تذهب المقاومة الفلسطينية بكافة أطرها إلى عملية ترميم ذاتية وبشكل سريع وتقوم بسد الفراغ الذي يتركه أي قائد من قادة المقاومة الفلسطينية. طيب برأيك هل سيجر اغتيال العروري أن يجر المنطقة إلى حرب؟ وما مدى تأثير هذا الهجوم اليوم على جبهة الجنوب اللبناني؟ نعم، أنا باعتقادي يعني هذه العملية ستكون ونحن سنكون أمام سيناريوهين. السيناريو الأول وهو ربما يتعلق بإمكانية الذهاب إلى حالة تصعيد شاملة وربما تتعزز حالة التصعيد بدخول الجبهة الشمالية أو حزب الله اللبناني بمواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ربما قد يكون ظاهريا نوعا ما ينسجم مع بعض المواقف التي عبر عنها حزب الله اللبناني في الأيام الماضية عندما كان يهدد أنه إذا ذهب الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف بيروت أو ضواحي بيروت أو إذا ما تم بتنفيذ عمليات اغتيال داخل بيروت سيكون هناك اختلاف لنوع وطبيعة خطوط المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي غير تلك التي كانت موجودة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. السيناريو الثاني وهذا ربما الذي أرى أذهب إلى ترجيحه في هذا الإطار إلى أن هذه العملية عملية الاغتيال هي ربما ستمنح الأطراف المتعددة دعيني أقول ورقة النزول عن الشجرة. أولا للاحتلال الإسرائيلي الذي هو كان يبحث عن صورة نصر أو صورة تحقيق نتيجة في نهاية هذه الحرب على قطاع غزة في ظل الفشل الذي مني به، وبالتالي يعتبر هذه الورقة هي الورقة التي تحققت وبالتالي يفتح المجال أمامه للذهاب إلى إمكانية الجلوس على الطاولة ودراسة المقترحات السياسية والمسارات السياسية. وقد تذهب هذه الورقة أيضا إلى تحفيز ربما الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية الراعية للمبادرات التي كانت تطرح في الأيام الأخيرة وفي الآونة الأخيرة إلى تعزيز ضغوطها أكثر على الأطراف وبالتالي إمكانية تلبية الشروط التي كان يبحث عنها كل طرف من الأطراف. وهنا ربما المقاومة الفلسطينية تكسب أيضا في هذه الجولة
في أعقاب عملية هذه الاغتيال تكسب الحصول على المواقف التي كانت هي تطالب بها، سواء في عملية وقف الحرب أو انتهاء الحرب على قطاع غزة، أو فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ومن ثم الذهاب إلى مسار سياسي تفاوضي يتعلق في ملف التبادل بالأسرى، سواء الأسرى في يد المقاومة الفلسطينية أو الأسرى. ولكن على عكس ما تقول، يعني هناك بعض المراقبين من يرون بأنه هذا الاستهداف سيغير من شكل أي تفاوض مستقبلي. نعم، هذا إذا نظرنا له بشكل وكردة فعل سريعة، لكن أنا باعتقادي يعني كما قلت، لأن هناك أيضا اعتبارات أخرى لا تتعلق أو تخرج من إطار معادلة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني أو الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية. هناك أيضا الطرف الأمريكي والدور الأمريكي والدور الغربي عفوا في المنطقة، وخشيته أن يكون هناك، إن ذهبت هذه المواجهة إلى حالة انزلاق يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على المصالح الدولية، سواء فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية الأمنية والعسكرية والسياسية، أو أيضا فيما يتعلق بالمصالح التجارية التي بدأت تتعطل بشكل كبير جدا في البحر الأحمر. إذا هناك خشية كبيرة، أيضا هناك خشية كبيرة من أن يتحول هذه المواجهة إلى مواجهة إقليمية، وأن يكون هناك مواجهة ما بين إيران وأمريكا بشكل مباشر. وهذا بالمناسبة أحد الخيارات التي قد تكون متاحة، لكن باعتقادي عندما يتم ترجيح القضايا أو القراءات السياسية يمكن أن تكون هناك الدول العظمى ذات المصالح الأكثر في المنطقة تسعى إلى التهدئة أكثر منها إلى عملية ربما الذهاب إلى التصعيد. ولهذا السبب قد يفتح المجال أمام حزب الله اللبناني إلى تنفيذ ضربات، وضربات تكون موضعية كنوع ما من ردات الفعل، ويعني في أعقاب عملية الاغتيال هذه، لكن ربما يتم الإسراع بإفاد الشخصيات والمفادين السياسيين إلى المنطقة، وبالتالي محاولة احتواء الأمر وعدم الذهاب إلى حالة من التصعيد الشامل، وبالتالي نبقى في دائرة التصعيد الضيقة جدا والتصعيد المحسوب الذي قد يفضي فيما بعد إلى مباحثات وتيارات سياسية. كنت معنا من رام الله الكاتب والباحث السياسي سليمان بشارات، شكرا جزيلا لك. ومن الناصرة ينضم إلينا المختص بشؤون الإسرائيلية دكتور سهيل دياب. أهلا بك معنا دكتور في هذه التغطية. بداية، هل يمكن القول الآن بأن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتطبيق المرحلة الثالثة من حربها على غزة تحديدا، وأنها أعلنت منذ بداية العدوان بأنها ستطال قيادات حماس في الخارج؟ تحياتي لك بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين. الأمر الأول الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية أنها ألغت الاجتماع المعد من أجل فحص ماذا بعد حرب غزة، واستعاضت عنه بجلسة خاصة لكابينات الحرب لبحث آخر التطورات بعد اغتيال العروري. وهذا الأمر يعني هو الموضوع الذي يتم بحثه في هذه اللحظة. النقطة الثانية بهذا المجال، كان هناك تصريحين بارزين لمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، كلاهما أكدا أن الولايات المتحدة لم تعرف مسبقا حول هذا الاغتيال، وأن إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة إعلاما سابقا بهذا الاغتيال. والأمر الثالث البارز هو محاولة طرح وجهات نظر معينة أمام القرار ببلينكين بتأجيل زيارته من يوم الخميس إلى يوم الاثنين، يعني نتيجة لكل الأوضاع الجارية. كل هذا يدل على أن ولكن قبل أن تكمل الفكرة، يعني دكتور، قبل قليل خرج البيت الأبيض وقال، أو عفوا وسائل إعلام إسرائيلية قالت نقلا عن البيت الأبيض، بأنه تأجيل الزيارة ليس له علاقة باغتيال العروري.
صحيح، إسرائيل ممكن أن تقول كل شيء، وهم يقولون أن هذا جاء بطلب من المصريين من أجل تقديم عملية تبادل الأسرى. نحن نعرف هذه التصريحات الإسرائيلية. أيضا رئيس الحكومة أصدر بيانا طلب من جميع الوزراء عدم التطرق إلى الاغتيال ولا بأي معلومية كانت. فلذلك نحن نعرف هذا النوع من التصريحات، ولكن إن أردنا أو لم نرد أن الأيام القريبة ستكون بها المزيج من أمرين. الأمر الأول ردود الفعل المختلفة، بما في ذلك ردود الفعل في الميدان هنا وهناك، ولكن بالنهاية الأمر هي أيضا فرصة لإمكانية خاصة الدول الكبرى، الولايات المتحدة، أوروبا الغربية، دول عديدة إلى آخره، بإمكانية إيجاد بذلك فرصة للخروج، ما يسمى خطة الخروج من هذا العدوان على قطاع غزة. إسرائيل أرادت صورة نصر معينة، ولكن هي صورة قاتمة أمام الطرف المحور المقاومي وأمام لبنان وأمام الآخرين. فلذلك نحن سنشهد مزيجا من يعني تطورين قادمين بالفترة الأولى القريبة المدى التصعيدية، ولاحقا إمكانية أن يتحول ذلك إلى مسار لإنهاء هذا العدوان. علي فقط أن أقول يعني كمان المجتمع الإسرائيلي وسائل الإعلام الإسرائيلي وأيضا العدد من المحللين يتحدثون عن تاريخ الاغتيالات السياسية الإسرائيلية خلال 70 سنة الماضية. وهذا الأمر من المهم واللافت إلقاء الضوء عليه في هذه الفترة. طيب، بالإشارة إلى أنه اليوم نتنياهو كان يبحث عن مخرج لإنهاء حرب غزة بتحقيق نصر وهمي كما حدث قبل قليل، إلى أي مدى اليوم يمكن أن نقول بأن نتنياهو نجح بتغيير قواعد اللعبة لإيجاد هذا المخرج لفشل حربه على غزة، تحديدا بعد اتساع رقعة الانقسامات وتضاءل شعبيته في الداخل الإسرائيلي؟ نتنياهو والاستخبارات الإسرائيلية نجحا بمحاولة ترميم جزء من الصورة العامة أمام شعبهم، ليس أكثر من ذلك، وإنما وهذا للأمد القريب. وأيضا نجح بهذه العملية وتوقيتها بالتغطية عن الأزمة العميقة بعد قرار محكمة العدل العليا المتعلقة بإلغاء ما يسمى حجة المعقولية وكل الإخفاقات بعد 7 أكتوبر. هذا من الممكن أن يرمم وضع نتنياهو والاستخبارات الموساد في إسرائيل أكثر من السابق، ولكن هذه ستكون لفترة قصيرة وقصيرة جدا، ونعرف ذلك من تاريخ الاغتيالات السابقة لشخصيات كبيرة جدا في المنطقة، بما في ذلك أيضا شخصيات يعني نافذة و لها تأثير كبير. وفكرت إسرائيل حسب كل عقيدتها منذ أن قامت في العام 48 أن الاغتيالات السياسية ستساعد على تغيير التاريخ. هذه العقيدة الأساسية التي يرتكن عليها أصحاب القرارات في إسرائيل، بأنه من الممكن عبر الاغتيالات السياسية تغيير وجه التاريخ، والكثير من الاغتيالات التي قامت بها إسرائيل لم تغير التاريخ وإنما زادته تعقيدا. لذلك أسأل عن استقبال الداخل الإسرائيلي هذه العملية، تحديدا المعارضة الرافضة بالأساس لكل سياسات نتنياهو. الغالبية يرحبون بما جرى، لأن هذه عقيدة صهيونية جامعة.
يعني منذ صدر كان قد صدر كتابا بال 2018 لشخصية مراسل دعوت أحرنوت للقضايا الاستخباراتية والسياسية رونين بيرغمان اسمه، وتحدث عن لا يقل عن 2700 اغتيال سياسي قامت بها إسرائيل منذ 70 عاما، وعدد كل هذه الاغتيالات وما كان من وراء الكواليس. الاغتيالات السياسية منذ أن قامت الحركة الصهيونية في نهاية القرن الماضي هي أسلوب عمل وطريقة تعامل. حتى عندما كان بعض اليهود يقفون ضد الصهيونية كما حدث ليعقوب دهان بال 1924 قاموا بقتله، الهجنة قتلته في إسرائيل. وأيضا لا ننسى اغتيال حييم اللازروف في العام 44 آسف 1933 وهو كان رئيسا لحزب العمل، تم قتله من قبل حركات صهيونية لأنه رأت به إنسان لا يعمل من أجل المصالح الصهيونية. فلكل هذه الأمور هي بالعقيدة، فلذلك نرى أن ردود الفعل العامة هي مؤيدة لهذا الاغتيال. طب كيف تقرأ إلغاء جلسة الكابينت مجلس الحرب الإسرائيلي لهذه الليلة؟ برأيي أن نتنياهو سيعرض عضلاته هو ورئيس الموساد بهذا بين قوسين هذا المكسب الآني الضيق، ويريد أن يفحص ماذا بعد، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها، ماذا يمكن أن يكون السيناريوهات الممكنة لردود الفعل سواء من حزب الله في لبنان وسواء من الحوثيين وسواء من أماكن أخرى وسواء من غزة وسواء من حماس ومن أماكن غير متوقعة. فهذا هو الموضوع المركزي. برأيي أن نتنياهو سيؤكد على أمرين، الأمر الأول وعدم الظهور لوسائل الإعلام وعدم يعني الحديث عن هذا الموضوع، وإن كان من بد فهو سيتحدث عن هذا الموضوع لأنه يريد أن يحصل على هذا الإنجاز. ونحن نعرف نتنياهو هو يفكر فقط بنتنياهو نفسه ولا يفكر بالآخرين. والأمر الثاني الذي يريد أن يقوله أن علينا أن نتوقع ضغوطات إضافية من قبل مجموعات دولية لإنهاء الحرب، وعلينا أن نبقى ثابتين لنحقق مكاسب إضافية، ولدينا بعد المزيد في غزة وفي أيضا الاغتيالات الإضافية حسب اللائحة المعدة مسبقا. طب الأغلبية العظمى تتفق على أن عملية الاغتيال ستؤثر على شكل الحرب في غزة، لكن ما هو وضع التفاوض تحديدا؟ وأنه كان هناك مقترح جديد لتبادل الأسرى، وكان يتم تبادل بعض المعلومات قبل قليل بأنه عندما تمت عملية الاغتيال كان العاروري يجري بعض الاتصالات المرتبطة بعملية التفاوض. برأيي أن التوجه بقضية التفاوض يعني تسير بما كانت به مع إمكانية تخفيف اللهجة الإسرائيلية وتقديم بعض التنازلات أمام الوضع العام الموجود، وأيضا ستكون هناك ضغوطات إضافية بهذا المجال، ولكن للأمد الأبعد يعني من الممكن أن يكون ردود فعل ورد فعل عرد فعل. الأيام القريبة ستكون مشحونة في الصراع بين هاتين الإمكانيتين، التصعيد كرد وأتوقع أن يكون محدودا وليس شاملا، والأمر الثاني هو إيجاد فرصة أمام الوضع القائم بوضع مسار للخروج من الحرب نهائيا. كنت معنا من الناصر المختص بالشؤون الإسرائيلية دكتور سهيل دياب، شكرا جزيلا لك.
من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي طارق وهبي. أهلا بك معنا سيد طارق في هذه التغطية. ماذا تملك فرنسا اليوم برأيك بعد أن اتجهت كل المعطيات لمواجهة ميدانية، وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل وسط بيروت منذ 2006؟ مساء الخير يا سيدتي، وخصوصا الآن يعني هذا التصعيد الذي ذهبت به إسرائيل بعيدا، وبالتحديد بما نسميه المنطقة التي يعني الحزب الله هو مسؤول عنها أمنيا بهذا الموضوع، أن يقتل هكذا قيادات للفلسطينيين، هذا شيء خطير جدا. وهذا التصعيد أنا برأيي مرتبط ارتباط تام بكل الذين قدموا من الغرب، وبالتحديد يعني من فرنسا والولايات المتحدة، وطلبوا من يعني السلطات اللبنانية التهدئة، ولكن هذه التهدئة لم تأتي، التهدئة غير موجودة، لأنه منذ 8 أكتوبر وقالها الأمين العام لحزب الله أنه دخل بمواجهة وبنوع من فتح حرب ولو أنها محلية ضد ما يحصل في جنوب لبنان وأيضا في شمال إسرائيل. لذلك الآن الوضع جد خطير. فرنسا لم تصدر قرارا حتى اللحظة، يعني وزارة الخارجية فعلا صامتين في هذا الموضوع، هناك صمت مطبق في هذا الموضوع، ولكن علمنا أن من قبل قيادة اليونيفيل في الجنوب اللبناني هناك تحذيرات قوية لهذه القوات. كما تعلمي يا سيدتي هذه القوات تدخل بإطار القرار 1701 والذي يطلب عدد كبير من اللبنانيين تطبيقه، أي بإخلاء هذه المنطقة صرفا من أي قوات غير الجيش اللبناني والقوات اليونيفيل. وحتى اللحظة هناك يعني معلومات متضاربة تقول أن هناك حركة ميدانية كبرى تحصل في هذه المناطق التي هي يعني شمال الخط، شمال نهر الليطاني، ويعني الوضع غير مطمئن أبدا. فرنسا أعطت تحذير لجميع القوات الفرنسية الموجودة ضمن اليونيفيل بأخذ يعني الاحتياط التام، لأنه قد يكون هناك أي رد عسكري من كلا الطرفين، وخصوصا أنه غدا الأمين العام لحزب الله سيلقي خطابا مهما يقال أن فيه نوع من يعني تصعيد ليس فقط كلامي ولكن له علاقة بالميدان. طب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعا كل الدول المعنية لممارسة ضغطها على إسرائيل حتى توقف استهدافاتها، هل ما تزال اليوم باريس تملك ورقة ضامنة لتتجنب تحول أي مناوشات في الجنوب إلى حرب أكبر؟ للأسف يا سيدتي لا، فرنسا لا تستطيع أن حتى اللحظة تضمن هذا الموضوع، لا يوجد إلا الولايات المتحدة الأمريكية التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل. الرئيس ماكرون وكل ما قام به من جولات لتهدئة ولموضوع له علاقة بالأسرى والمعتقلين، حتى اللحظة رأينا أن الموضوع هو أعمق من ذلك، هو يعني أبعد مما تطلبه فرنسا. وأكثر من ذلك، أنا باعتقادي الرئيس ماكرون يحاول أن يأخذ ما نسميه صوتا أوروبيا موحدا في هذا الموضوع، لكي يصل إلى نوع من إطار جديد في العلاقة مع ما يحصل. ولكن حتى اللحظة الطابة هي لدى إسرائيل، وبالتحديد أيضا الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأول لها. رأينا أن هناك يعني نوع من ابتعاد عن حقل الميدان في غزة عندما حصلت مناوشات في البحر الأحمر، والكل اعتقد أنها ستذهب إلى باتجاه البحر الأحمر. ونحن الآن كالعادة يعني إسرائيل تقوم بتصفية عدد كبير، قامت وتقوم وستقوم، لأنه هي تحذر دائما وللأسف الشديد ولا أحد يسمع، يعني وكأن هذا الموضوع سهل لها بقتل هؤلاء الأشخاص. الحرب مستمرة، دعينا نقول أن الحرب مستمرة في الضاحية الجنوبية في بيروت أو في الجنوب اللبناني أو في شمال إسرائيل أو حتى في غزة أو حتى في الضفة الغربية، يعني الحركة التي تحصل الآن. طيب ولكن وزيرة الخارجية الفرنسية لعبت دور في الأسابيع الماضية بهذا الشأن وقامت بزيارة إسرائيل وبيروت. نعم، هي قامت بزيارة دبلوماسية مهمة، ولكنها قامت لكي تقول، كانت آتية كما قلت لك بموضوع القرار 1701 بالتحديد بالجزء اللبناني، وكانت تريد من الإسرائيليين تهدئة الموضوع ووقف ما يسمى
قتل الأبرياء والمدنيين داخل غزة، لأنه هذا الموضوع أصبح يعني عائقا كبيرا أمام الدفاع عن إسرائيل في الغرب. وأكثر من ذلك، هناك عدة دعوات قدمت لدى محكمة الجنايات الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية لارتكابها خروقات والارتكاب وجرائم حرب بالتحديد ضد الإنسانية. إذن كنت معنا من باريس المحلل السياسي طارق وهبي.